السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين، اللهم آمين. الله يفرج على السودان وعلى بقية الدول الإسلامية. اليوم الفيديو بخصوص إعلان فريق السيجما، اللي هو سيجما بلاس سيجما، أعلن عن منتج جديد اسمه سيجما بلاس. المنتج مدفوع سنويا. حسب كلام الفريق انه المنتج الحالي اللي هو سمارت كليب وسما والسيجما راح يتوقف العمل بهن، فاذا بقيت عليهن ما حدثت للتفعيل السنوي اللي هو سيجما بلس راح تبقى على الاصدار القديم وعندك وظائف محدوده. اي شيء يخص السيرفر يعني بالخصوص للمنتجات الجديده ما راح تقدر تحصله الا اذا حدثت للسيجما بلس، تمام؟ فاذا كان عندك المنتج اللي هو السيجما او سمارت كليب 2 تقدر تحدث، وراح تكون الامتيازات كالاتي: اذا كنت محدث المنتج منذ اكثر من سنه، يعني اقل عفوا منذ اكثر من سنه الى سنتين، راح تحصل على 6 أشهر مجانيه، وراها لازم تشتري التفعيل السنوي. واذا كان اقل من سنه راح تحصل سنه تفعيل، واذا كان اكثر من سنتين راح تحصل 3 أشهر فقط من الواجهه الجديده. يعني تحديثات الفريق راح تكون على الواجهه الجديده فقط، اما الواجهات القديمه راح ما راح يصير عليها تحديث. فاذا ما حدثت راح يعني يكون البوكسات عندك تستخدم الوظائف في التحديثات السابقه فقط الى حين صدور هذا التحديث، تمام؟ الامر الاخر، يعني السوق اصبح متعب، كل شيء اصبح مدفوع سنوي، الهواتف صارت اغلى. يعني المطورين يشكون انه الهواتف اصبحت اغلى، الطرق فك الاجهزه اصبحت اصعب. مثل ما تعرفون يعني حتى التيست بوينت توقفت، لازم تحتاج الى الاي اس بي، يعني توصل النقاط لحام الى الهاتف او الجي تاج او تجي الى السيرفر. منها هاتف هونرك 6 الى وقت تسجيل الفيديو ما مدعوم تيست بوينت، فقط عن طريق الجي تاج او عن طريق السيرفر، واثنيناتهن صعبات ومكلفات. طيب، حسب كلام الفريق راح تخلص من شغلة الحزم اللي هي الباك أول، باك ثاني، ثالث، رابع، لا راح تشتغل بعد براحتك. أنت عندك التفعيل السنوي تدفعه راح تشتغل براحتك، مع أنه يكون عندك الدنجل أو البوكس. هذا ما حبيت أوضحه، في تفاصيل أخرى راح أشوفكم إياها إن شاء الله. الطريقة للتفعيل كالآتي: تنزل النسخة هاي اللي اسمها سيجما بلس، وتضغط التحويل الى السيجما، نسخة السيجما بلس. بعدها راح تحصل البرنامج، ومثل ما وضحنا هنا كاتبين انه اللي ما يحدث يبقى على الاصدارات القديمة ما راح يقدر يدخل على الخصائص اللي تحتاج سيرفر. هذا ما حبيت اوضحه بخصوصه. طبعا اي شخص يملك الاتي راح يقدر يحدث سيجما هواوي، سيجما سمارت كليب 2، سيجما. زين، ماكو حزم او انواع، يعني تدخل كل شيء مسهله ميسره، تحصل على كل الوظائف. هاي هي التوضيحات. الأمر راح يبدي من اليوم، من تاريخ اليوم 29/5. هذا أول تحديث راح يضم معالجات MTK لأجهزة سامسونج الآتية. هذه الأجهزة راح تعمل بدون أن تفك الجهاز تيست بوينت، وكأنما أنت فاك الجهاز وموصل تيست بوينت، الجهاز راح يدعمها. طيب، ما الأمور الأخرى اللي أشوف أنه الفريق أعلن عندها؟
الجيل الجديد السيجما بلاس مثل ما اخبرنا الفريق. اللي هو التفعيل السنوي، الضريبة او الغرامة او التفعيل السنوي. اعتذر على الإطالة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.